البطولة الاحترافية المغربية قبل النهاية بجولة بأسبوع بجولة، لأن الجولة 30 والأخيرة ستلعب نهاية هذا الأسبوع يوم الأربعاء المقبل في مباراتين تلعبان في نفس التوقيت. الرجاء يرحل إلى الفتح الرباطي والجيش يرحل إلى كازابلانكا. الفار والماس هذا لمصلحة الرجاء، ولكن الرجاء حتى تكون الأمور في نهره وفي مصبه ولمصلحته عليه أن يعادل النتيجة. يقترب من الرجاء بفارق نقطة الآن، شوط المباراة الثاني انطلق في لحظات قبل الآن. الرجاء طبعا الذي يلعب المباراة بخالد العسكري في الحراسة، أمين الرباطي، رشيد السليماني، محمد الحاج، عادل الكروشي، كرة وانطلاقة من وسط الميدان، اعتماد طبعا على شمس الدين الشطايبي بتصويباته وبلمساته الساحرة، لعب السابق للماس، كرة لمصلحة الدفاع والتدخل من الخلف والبطاقة الصفراء، مستحقة، البطاقة الصفراء. هل يمنحها حكم المباراة؟ هنا المهدي كرناس، لكن هذه بطاقة صفراء يعني لا مناص منها، لا مهرب منها. أعتقد عادل الشاذلي ما زال موجود على أرضية الميدان، ربما تم الاستغناء عن هيلاري كوكو الأسمراني. كرة في العمق لكارل ماكس داني، يحاور لكن تفوق من الحاج، كوكو موجود، هو اللاعب الذي غادر سنتعرف عليه ربما الحافظي. كرة وتصويبها إلى خارج أرضية الميدان. عموما دخل شمس الدين الشطايبي، ياسين الصالحي، حمزة بروزوق، من غادر؟ قد يكون محسن متولي الذي غادر، قد يكون محسن متولي موجود، رشيد سليماني موجود، عادل كروشي، بلمسات إلى شمس الدين الشطايبي. توقع الحافظي مغادرا. يتابعها دفاع فريق الدفاع الحسني الجديدي. انطلاقت كرة النقاش والتغطية من رشيد السليماني. زكريا حضراف على أرضية الميدان يثير حفيظة الجماهير. عموما الأسماء التي لعبت شوط المباراة الأول: خالد العسكري، عادل الكروشي، محمد الحاج، أمين الرباطي، رشيد السليماني، عادل الشاذلي، إلى ريكوكو، ياسين الصالحي، عبد الإله الحافظي، حمزة بروزوق، ومحسن متولي. أتوقع أن شمس الدين شطايبي دخل بديلا عن عبد الإله الحافظي، بينما أيوب لاما حارس مرمى الدفاع الجديدي، سفيان قادوم، عادل صعصع، أحمد شاكو، أسامة الغريب، مهدي كرناس، لجرنا جام نام، لدينا كذلك الماكستاني، حضراف زكريا، وإبراهيم النقاش. تدخل دفاعي ناجح من أسامة الغريب أمام محسن متولي. كرة تنتهي عند الركنية. طالما أن شمس الدين شطيبي لاعب وسط ميدان، أتوقع بأن عبد الإله الحافظي غادر. شمس الدين على تنفيذ الركنية. شمس الدين، ياسين الصالحي موجود، إذا أعتقد الحافظي الذي غادر. كرة لفريق الرجاء أو الحاج، لأن رشيد سليماني أصبح يشغل خلاص. أعتقد رشيد خرج، محمد الحاج، تدخل من رشيد سليماني. هيلاري كوكو، يناور
عادل الكروشي. كوكو مرة أخرى. حافظي موجود يستلم الآن. عبد الإله الحافظي يراوغ يناظر يحاول. كرة تعود إلى الخلف. والمرتدة لزكريا حضراف. لعب ملقى على أرضية الميدان. جماهير الرجاء ترقب وتنتظر. 60 نقطة للرجاء، 58 نقطة للجيش قبل بداية هذا الأسبوع 29 وما قبل الأخير من البطولة الاحترافية المغربية. الرجاء متصدر ب 60 نقطة زائد 29 هدف. الرجاء سجل 52 هدف وتلقى 23، عنده زائد 29 هدف. الجيش سجل 32 هدف وتلقى 17، عنده زائد 15 هدفا. إذا ما تعادل الطرفان الجيش والرجاء بنفس عدد النقاط في نهاية المطاف فإن فارق الأهداف هو الذي سيفصل بين الجانبين، خاصة وأنهما تعادل ذهابا وإيابا في الدار البيضاء وفي كذلك الرباط بهدف لمثله. إذا ما تعادل في عدد النقاط فالأفضلية لمصلحة الرجاء لأنه عنده زائد 29 هدف والجيش عنده زائد 15 فقط. كرة إلى الأمام لشمس الدين شطيبي يغطيها ويستفيد من خطأ. لعب سابق للماس بينما مارك ويد لعب سابق للرجاء سجل لمصلحة الماس، والقديوي لعب السابق للوداد عادل النتيجة للجيش. زكريا حضراف الذي تعود على التسجيل في شباك الرجاء هو الذي استبق التسجيل في شوط المباراة الأول للزائرين، للزائر الغير مرغوب فيه في الدار البيضاء فريق الدفاع الجديدي. رشيد سليماني تمريرة سهلة تعود إلى هيلاري كوكو، محاولة التصويب من شمس الدين. شمس الدين يطالب بلمسة يد، تصويبها لم تكن ضعيفة في شكل توزيع. يعود دفاع فريق الحسن الجديدي إلى الخلف كله، لكن تغطية مثالية مهدي كرناس والانطلاقة من وسط الميدان من النقاش إلى ريكوكو يقال أرضية الميدان. وعادل يراوغ عادل كروشي والخطأ المرتكب. من إبراهيم النقاش أعتقد عنده بطاقة صفراء. إبراهيم النقاش حذاري أن تتلقى بطاقة صفراء أخرى. حافظي لازال على أرضية الميدان، أتوقع خروج الحاج. جماهير الرجاء لازالت ترقب وتنتظر ابتسامة. يخسر الرجاء في مباراة على ملعبه هي الأولى، لم يسبق له أن انهزم على ملعبه، هذا مؤثر جدا في السبرينت الأخير في الأمطار الأخيرة. لا يحسن التفاوض، هذا ليس بالشيء الجيد. طالما انه ياسين صالح وحمزه ابو رزوق والحافظي وكوكو والشادلي ومحسن متولي موجودون، توقع انه خرج مدافع. ايوب لاما طويله كره ايوب، لا والحاج موجود. كره ملعوبه، شادلي يتدخل، شادلي يتدخل أمام كرة زكريا حضراف. مستمرة لمصلحة الرجاء. كرة على أقصى اليسار لعادل كروشي يبحث عن المنفذ. هيلاري كوكو، عادل شادلي تونسي يدور يحافظ على الكرة ويستفيد من خطأ. أخطأ فريق الدفاع الجديدي، ذكية جدا. مباراة يغيب عنها كوشام بداية الإصابة بشد عضلي، بينما يغيب كذلك ياسين الحظ نظرا لتلقي إصابة الحارس البديل خالد العسكري. كرة تعود مرة أخرى لخالد، تلقى هدفا
جميلا في منتهى الروعة من زكريا حضراف، سجل في الذهاب ويسجل في الإياب، والرجاء فاز في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف. ونذكر بأن فريق الدفاع الجديد ضيع هدف ثاني سهل عن طريق كالماكس داني، كان بالإمكان أن يسجل الدفاع الجديد هدفا ثانيا من مرتدة، مرتدات كالماكس داني ولجرنام. لجرنام لمسة لزكريا حضراف كانت قصيرة في المتابعة الشادلي، وخطيرة كوكو للرباطي، كوكو للرباطي كانت تمريرة فيها لعب بالنار. هيلاري كوكو تأثر في نهاية الموسم من الناحية البدنية، واضح بداية موسم كوكو لم تكن بهذه الطريقة. حمزة بورسوق يسارع، ياسين الحافظي أو ياسين الصالحي هو الذي غادر أكيد، إنه ما كاش حل آخر. ياسين الصالحي الذي لم أذكره في شوط المباراة الأول كثيرا، كان ظلا لنفسه غادر أرضية الميدان، ومن يعني كان منتظر مرتقب أن يغادر وفعلا غادر. كرة مستمرة لشمس الدين شطيبي، رشيد سليماني شطيبي، سريعة تعود إلى محسن متولي، متولي كرة تدور بشكل جيد لفريق الرجاء ولكن ضاعت. الانطلاقة في مرتدة للدفاع الجديدي، كرة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة لهدف، لهدف 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 لهدف، أوي 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 أوي، ضاعت ضاعت برعونة كبيرة. فرصة لفريق الدفاع الجديدي، تضيع فرصة زكريا حضراف لتسجيل هدف ثاني، وكأنه لم يريد أن يسجل، لم يتعامل مع الكرة بعيدة نوعا ما من كالماكس داني، وضعه في وجهة المرمى، ولكن من الجنب كان بإمكان أن يضعه في وجهة المرمى من الأمام، كانت بعيدة اللقطة. هدف التعادل يدور ويحوم لمصلحة الرجاء، وهدف للدفاع الجديد قد يظهر في أي لحظة. الشاذلي فوق المرمى، عادل الشاذلي فوق المرمى، كرة التونسي اللاعب المفضل عند محمد الفاخر. حلول طبعا في تصويبات من خارج منطقة الجزاء، من سيقحم محمد الفاخر لإيجاد الحلول على مستوى الخط الأمامي قبل أن يكتوي بنيران أخرى؟ بنيران هدف ثاني يظلل الأمور، يصعب المهمة. الدفاع الجديد يقدم مباراة والأجمل، يلعب المرتدات، وأي مرتدات كالسم الزعاف. كوكو، كوكو بكرة مع رشيد سليماني، الشاذلي يصارع عليها، يستفيد من تماس، ستشتعل الأمور إذا سجل هدف ثاني فريق الجيش على ملعبه أمام الماس. الشاذلي ضيع الكرة، من المرتقب أن يغادر الشاذلي، سرعة في التحول الهجومي لفريق الحسني الجديدي، وكرة كارل ماكس كان بالإمكان أن تكون أفضل، مثلما كانت كرة أمين الرباطي خاطئة تماما إلى تماس. الفاخر على غير عادته ليس متعصبا، يريد أن يمتلك أعصابا اليوم أكثر راحة وهدوءا من لاعبيه ومن المناصرين. طبعا مناصرون هم في قمة الغضب، في قمة السخط، طالما أن الفريق متأخر في نتيجة في لحظات لا يجب أن يحدث فيها لفريق الرجاء ما يحدث له اليوم، في الأمطار الأخيرة، في الأنفاس الأخيرة يضيع، ربما يعني ينحو إلى الأذهان ويعني يتذكر أنصار فريق الرجاء كيف ضيع الفريق في آخر 10 دقائق الفرصة للمشاركة في نهائي كأس الاتحاد العربي، ضيعها في الأمطار الأخيرة أمام العربي الكويتي بعد تعادل ذهابا بهدف مقابل هدف، تعادل إيابا بهدفين لمثلهما، وهو الذي كان متقدم بهدفين نظيفين. ممتاز التحرك بالكرة من دونها من لاعب فريق الدفاع الحسن الجديدي، كالماكس داني يحضر زكريا حضراف من سفيان قضوم، والاستبسال من رشيد سليماني ممتاز. شطيبي لا يجد سوى عادل كروشي، لاعب فريق الدفاع الجديد يضطرون فريق الرجاء لأن يلعب الكرات العرضية التي
لا فائدة منها. محسن متولي أو عبد الإله الحافظ والخطأ يرتكبه النقاش. كرة ثابتة لمصلحة فريق الرجاء. الكل يناظر والكل يرقب والكل يترقب والكل يتتبع والكل يأمل هل يعادل الرجاء. إذا ما عادل نتيجة الرجاء سيهتز ملعب محمد الخامس. كرة شطيبي ملعوبة طويلة وبعيدة تماما. شمس الدين شطيبي كرته فوق المرمى. الرجاء كان بالإمكان أن يكون له أكثر أفضلية في هذه الجولة لو فاز في لقائه السابق أمام نهضة بركان. تعادل بهدف لمثله مثل ما كان لفريق الجيش الفرصة لأن يعني يعادل عدد النقاط ويشترك في عدد النقاط مع الرجاء لو فاز في الجولة السابقة. وتعادل بدوره بهدف مقابل هدف أمام أولمبيك خريبكا. متابع كرة للرجاء تدور والحوار إلى التماس والجماهير تؤدي دورها بشكل ممتاز. الألعاب النارية والفيميجان للجرين بويز للجرين اللون الأخضر في كل مكان في انتظار أن تتلون الشباك بهدف أخضر للأخضر الرجاء العالمي. رجاء الشعب النسر الأخضر يريد أن يحلق بعيدا اليوم. هيلاري كوكو كوكو الحافظي لمسة لعلي الكروشي هذه أخضر هذه أفضل ولكن متابعة موفقة من شاغو. تعود الكرة مستمرة الهجمة لبورزوق لكن بورزوق متسلل. بورزوق متسلل. جماهير غفيرة كثيرة تأمل من الرجاء أن يصعد على البوديوم على منصة التتويج متوجا باللقب الحادي عشر له في مشواره. الرجاء العالمي يريد أن يعيد ذكريات الألفين أمام ريال مدريد وكورينتشيانس البرازيلي وأمام النصر السعودي. الرجاء يريد أن يثبت الأقدام كأفضل ممثل للكرة المغربية في المحفل العالمي كأس العالم للأندية. كرة في متروى خطيرة والتصويرة والتوزيع أيوب لاما. أيوب لاما يتمكن منها. صوت الشعب صوت الشعب اليوم هو صوت الرجاء وصوت الرجاء وصوت الشعب. فمن سيعلو على صوت الشعب؟ فما سيعلو على صوت الشعب؟ كرة أمامية بالرأس تتحول إلى هجوم الدفاع الجديد بحذر من الخروج غير موفق يا خالد العسكري. الحاج بلمسة إلى رشيد سليماني طويلة متابعة من المدافع عادل صعصع وكرة لعادل الشدلي تتحضر لهلال كوكو. كوكو كوكو إلى الحدود كوكو. كوكو مرة أخرى كوكو الشدلي الشدلي. شمس الدين شطيبي لمسات كرات ملعوبة والراية الراية مرفوعة في وجه رشيد سليماني. انطلق رشيد سليماني ولمسة من عادل الشدي كانت في منتهى الروعة. التتويج بدوري الأبطال ثلاث مرات 89 97 99 للنسر الأخضر 10 تتويجات بلقب البطولة. يأتي بعد الثنائي الجيش والوداد 88 96 97 98 99 2000 2001 2004 2009 2011. كرة لخالد العسكري أمام كالماكس داني. لا زال التعادل في الرباط والتأخر في كازابلانكا. سبعة تتويجات بكأس العرش. يريد أن ينهي الموسم بثنائية تاريخية اليوم فريق الرجاء. وفي النهاية المحفل العالمي في شهر نوفمبر المقبل. طبعا الثنائية التتويج بكأس العرش الجمع بين كأس العرش ولقب البطولة هو اللقب الأغلى والأثمن. تغيير من جانب فريق الرجاء.
عبد المجيد الجيلاني الذي صرح بأنه ربما لن يستمر أكثر مع فريق الرجاء هذا الموسم للموسم المقبل، قد يكون بديلا عن حمزة بورزوق. كرة تعود إلى دفاع الرجاء، قلت خطورة الدفاع الجديدي بعدما ضيع فرصتين ذهبيتين للقبض على النقاط الثلاث. عادل كروشي يناظر، يلعب كرة ممتازة لعادل الشادلي بلمسة لحمزة بورزوق. الشادلي يمر والدفاع قائما بجميع الأدوار، ممتاز جدا وسام الغريب. وكرة تعود إلى هيلاري كوكو، كوكو إلى الخلف لمحمد الحاج، والحاج والحاج كرة طويلة بلمسة لمتولي، هذه خطيرة، الراية مرفوعة والخطأ لمصلحة عبد الإله الحافظ. قصير القامة ولكنه لاعب مميز عبد الإله. ابن مدرسة الرجاء، لكن مشواره بدأه في صغره مع الدفاع الجديد عبد الإله الحافظ. دولي مع أسود الأطلس في مباراة واحدة أمام البافانا بافانا. كرة تبدو في منتهى الخطورة على شباك الحارس أيوب لاما على التنفيذ الخطير المميز عادل الكروشي. عادل الكروشي بيسارية الكروشي، صوت الرجاء العالمي. كرة مرعبة، صاروخ مقوس، صاروخ يمر إلى الشباك، هدف التعادل بامتياز، ويا له من هدف، هدفان ولا أحلى، هدفان في نفس الزاوية بيساريتين خطيرتين. زكريا حضراف في شوط المباراة الأول، وعديل الكروشي في شوط المباراة الثاني بلمسة ساحرة. عديل كروشي يسجل هدف التعادل لمصلحة الرجاء، وأي هدف هدف يشعل النيران، هدف يشعل الألعاب النارية، هدف في منتهى الروعة، هدف في منتهى الروعة على طريقة روبرتو كارلوس. يا الكروشي عبد المجيد الجيلاني في مكان محسن عبد الإله الحافظي. وأخيراً الرجاء يعادل النتيجة. على بعد 20 دقيقة من نهاية المباراة، الرجاء يكفيه هدف للتتويج بلقب البطولة، يكفيه هدف التفوق. كوكو كرة يمر من خلالها رشيد سليماني، يحافظ عليها، ضاعت باللمسة والانطلاقة من الوسط. كرة سفيان قدو أرضية لليجرنام، تدخل ممتاز ومثالي. عادل كروشي يتقدم، أمين الرباط يتدخل بشكل رائع، الانطلاقة في هجمة منسقة، دخول عبد المجيد الجيلاني سيزعزع دفاعات الجديد من دون شك. كرة طويلة وبعيدة عن شمس الدين الشطيبي وعن عبد المجيد الجيلاني.
إلى تماس، كرة تعود خاطئ اللمسة، ولكن أيوب لاما لا، ما في تعمد في لعب الكرة. لو كان فيها تعمد معلش. كرة لليجيرنام، يتحرك الدفاع الجديدي، ليجيرنام، ليجيرنوت، خطيرة، أوه فرصة لا 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 لا. زكريا حضراف، زكريا حضراف كاد أن يوقف قلوب الآلاف. زكريا حضراف لعب بمصير الآلاف. زكريا حضراف كاد أن يضيف الهدف الثاني للدفاع الجديدي. استلم وراء الدفاع في زاوية مفتوحة في قدمي الحارس مفتوحتين، ملعوبة من الركنية، يتابع الدفاع مستمرة في وسط الميدان. رشيد سليماني الانطلاقة سريعة الكرة، لكن تعود لفريق الدفاع الجديدي، يلعب بالنار، يلعب بالنار المدافع رشيد سليماني. مرة أخرى الإبعاد من أسامة الغريب بكرة تتهيأ في الوسط. أسامة الغريب عودة من التسلل والتغيير مرتقب الآن في صفوف دفاع الجديدي. عمر منصوري سيدخل في مكان ليجيرنام. ليجيرنام قدم مباراة مثالية اليوم. كرة طويلة، شمس الدين شطيبي، رشيد سليماني، لمسة ساحرة لشمس الدين، لكن تغطية من أسامة الغريب. أسامة الغريب يلعب بالنار، تعود الكرة داخل منطقة الجزاء، أفضل لشطيبي، يراوغ داخل منطقة الجزاء، يقع لكن الحكم لم يقول شيئا. انطلاقة لكالماكس داني، كالماكس داني، داني مع زكريا حضروف وسفيان قدو، سفيان قدو، كالماكس، كالماكس، زكريا، زكريا، تصويبة زكريا إلى خارج أرضية الملعب. يحاول زكريا حضروف مرة أخرى، تدخل كان على الكرة، التدخل كان على الكرة هنا. دقائق، دقائق مستمرة، دقائق نارية، دقائق من نار. أسامة الغريب على انطلاقة من زكريا حضراف، يزيد من السرعة، هناك مساندة لزكريا، تعب، تعب زكريا حضراف، ضيع الكرة خلفه بينما تتحول إلى الهجوم. مراوغة مثالية، كرة لمحسن متولي والبقية، كرة، كرة هدف ثاني للرجاء، جول، أوب 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 جول، أوه محسن متولي، محسن متولي يضيع، محسن متولي أمام الشباك لوحده، ماذا كان يفعل؟ لوحده ماذا كان يفعل؟ شمس الدين شطيبي يعيد الكرة بامتياز إلى محسن متولي. دخول شمس الدين شطيبي أعطى الكثير، أعطى الكثير لفريق الرجاء على مستوى الحلول، على مستوى خط الهجوم، سريع ومتحرك، ويخاف لاعبو فريق الدفاع الجديد من تصويباته. ربع ساعة متبقي على نهاية الجيش، مباراة الجيش وكذلك المص، بينما اللقاء الآن يتوجه إلى مصير غير معروف، إلى مصير غير مؤتمن، لا لفريق الرجاء ولا لفريق الجيش. ربع ساعة من نار، ربع ساعة من نار، والمباراة تلعب على صفيح ساخن. زكريا حضراف يغادر أرضية الميدان، وهو الذي تعب كثيرا، واضح مجهوداته البدنية بذل مجهودات بدنية كبيرة اليوم. يدخل محمد جواد، هذا هو محمد جواد، جواد يمر، رشيد سليمان يتدخل مع إلاني كوكو، أمين الرباطي، أمين الرباطي مع خالد العسكري، يلعبان بالنار، وتعود الكرة متموقعة بشكل ممتاز جدا فريق الدفاع الجديدي.
متموقعة بطريقة مثالية، مما يصعب المهمة أكثر على فريق الرجاء. هل يعني اليوم التعادل؟ هل هو مرة أخرى أسبوع تعادلات؟ تعادلات الرجاء والجيش. سليماني، عادل صعصع، عادل الشادلي يستعيد الكرة، شمس الدين الشطيبي والخطأ عليه، أسامة الغريب يتلقى البطاقة الصفراء. حسن حظه ما عندوش بطاقة صفراء من قبل. أسامة غريب يتلقى البطاقة الصفراء. ضيع الدفاع الجديدي هدف ثاني في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، ولكن عادل كروشي رد بجرينتا بقوة، خرج كل ما عنده في قلبه بقدمه اليسرى في شباك الحارس أيوب لاما. هدف لا يعاد، حتى لو طلب من ذات اللاعب عادل كروشي أن يعيده لن يتمكن من فعل ذلك. نتابع هذه الكرة، نتابع هذه اللمسة لشمس الدين شطيبي بيسارية، كرة شطيبي، كرة شطيبي أو الجيلاني، ملعوبة ذكية أمامية، ولكن يتابع الدفاع. رشيد سليماني، لا، يتفادى أسامة الغريب الركنية. صعصع يرتقي وإلى التماس. عبد المجيد الجيلاني هو الذي نفذ الكرة سابقة. رشيد سليماني، رشيد سليماني، والتماس لمصلحة الرجاء. تغيير آخر وربما في فريق الدفاع الجديدي. لا، حمزة بورزوق يغادر، من المرتقب إقحام محسن يجور. من دخل لم نعرف، خلاص لا يمكن أن يدخل مهاجما آخر. مدرب محمد الفاخر، لم نتعرف عن من دخل. عادل كروشي، لمسة خاطئة لمصلحة وسط ميدان الدفاع الحسني إلى ريكوكو، والخطأ والمناوغة بذكاء كبير من اللاعب المهدي كرناس، مميز في الانطلاقات مهدي الكرناس. كرة طويلة ملعوبة إلى البديل عمر منصوري أو محمد جواد. محمد جواد مع عمر منصوري، خاطئة تمريرة نحو سفيان قدوم. رشيد سليماني، شمس الدين شطيبي، عادل الشادلي، محسن متولي، واللمسة إلى تماس. الجيلاني إلى تماس. لمسة يد من عمر منصوري. قلت الأنظار على هذه المباراة، والأذان تحاول أن تجلب الأخبار من الرباط، من الرابع. ما يحدث بين الجيش والماس في الدقيقة 82، لا زال متعادلان بهدف مقابل هدف. لا زال يلعب حظوظه الجيش. كرة، حذاري من الأخطاء، حذاري من الأخطاء. الجيش لازال يلعب بالنار، الجيش لازال يعطي بطاقة خضراء للأخضر الرجاء للتتويج باللقب اليوم، طالما أنه غير متقدم في النتيجة على ملعبه أمام الماس، إلا إذا فعل في آخر اللحظات. إذا ما انتهت مباراة الجيش بالتعادل، فالرجاء يكفي هدف ثاني للتتويج بلقب البطولة. اليوم قبل الجولة 30، الحسم قد يكون اليوم. كرة لفريق الدفاع الحسن الجديدي لعمر منصوري، يحافظ عليها الرباط، يتدخل، والكرة لدفاعات فريق الرجاء، الكرة لدفاعات الرجاء. مهمة الجيش هي اليوم، مهمة الجيش اليوم تأجيل الحسم إلى الجولة المقبلة، تأجيل الحسم إلى الجولة المقبلة فقط. وترقب ما سيحدث في الرباط بين الفتح والرجاء
وانتظار مصير المصير الجيش امام الوداد في كازابلانكا. متولي محسن متولي بلمسه ساحره جميله لعادل الكروشي وكره يلحق عليها المدافع النقاش بصعوبه الى الركنيه. تابعها ابراهيم النقاش بامتياز وابعدها بصعوبه مع الشاكو الى الركنيه. نتابع الركنية من شمس الدين شطيبي ملعوبة بلمسة يتدخل الدفاع مستمرة لرشيد سليماني. هذه أخطر هذه أفضل هذه أحلى هذه أمتع بغل الألقاب الكل ينتظر أحلى الأوقات في كازابلانكا وفي الرباط. عادل كروشي نجم المباراة. كروشي بلمسة بهمسة والتصويبة من كوكو. كوكو كوكو وأيوب لاما كوكو وأيوب لاما في المكان المناسب. ملعوبة من أيوب. ست تعادلات بين الجانبين في 23 مواجهة، ست انتصارات للدفاع الجديدي وأحد عشر انتصارا للرجاء، ولكن ست انتصارات للدفاع الجديدي منها خمسة بملعبه وانتصار واحد فقط بهذا الملعب في مباراة ودية. عمر منصوري يستعيد الكرة. عمر منصوري ملعوبة في وسط الميدان من سفيان قدوم. البطء في التحرك من لاعب الدفاع لكن بتدرج جماعي. الكرة مستمرة لعمار. عمر منصوري بلمسة قد تكون خطيرة على دفاعات الرجاء. تتحول إلى الدفاع يبعدها بصعوبة لكن هناك صافرة. الشادلي إذن هو الذي غادر. الشادلي غادر. خروج الحافظي والصالحي. هناك لاعب دخل من جانب الرجاء لم نتعرف على اسمه بعد. كرة وانطلاقة للدفاع الحسني الجديدي. كوكو يتابع. هناك لاعب مربم على أرضية الميدان. واحد اثنين. هناك لاعب على أرضية الميدان. الكرة لم تبعد إلى التماس. نقاش كوكو يحاول عبثا استعادة الكرة. ضغط عالي على اللاعبين ولاعب فريق الحسن الجديدي يلعبون ميثاق الكرة. ملعوبة أمامية لإبراهيم النقاش والانطلاقة في وسط الميدان ذكية. الكرة لمحسن متولي لمسة ساحرة. محسن متولي الآن وصلت الكرة من شمس الدين شطيبي. متولي والكروشي ولكن مقروءة بامتياز الكرة إلى ريكوكو. ما في خطأ على ريكوكو. ما فيش خطأ. حكم منحه إياه. عادل شادلي. عادل كروشي. لمسة من الكروشي للجيلاني. مقطوع الكرة والتحول بهجمة لمصلحة الحسن الجديدي. سفيان قدوم. الكرة تعود لفريق الرجاء. أخذ ورد بين طرفين. هذه هجمة هذه هجمة سانحة للتهديف. شطيبي والتحضير المتولي. البحث عن خطأ. كرة 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 لهدف ضاعت. كرة لهدف ضاعت. الأجواء نارية. كرة الآن سوري جول. محمد جواد ينطلق وهدف ثاني للحسن الجديدي يضيع. كرة عادت من القائم. هنا لمسة والمناوغة والتحضير يستبسل الجديديون
ولكن شمس الدين شطيبي يحاور يناور. شمس الدين شطيبي، عادل الشاذلي، شمس الدين شطيبي اللعب سابق للماس الذي يقدم هدية لحد الآن للرجاء، والشطيبي اللعب سابق للماس كاد أن يضيف هدفا ثانيا لفريق الرجاء. هدية من لملعوبة، يا للكرة، يا للكرة المقوسة المجنونة، كادت أن تسكت من في الملعب كلهم. مرة أخرى كرة مرة ثانية لرشيد سليماني، سهلة يا رشيد، سهلة يا رشيد يا سليماني. إثارة كبيرة جدا في مباراتي الأسبوع 29 من البطولة الاحترافية المغربية، قد يتأجل الأمر إلى موعد الجولة والجولة 30، قد يتأجل الأمر إلى مباراة الفتح الرباطي وكذلك الرجاء والوداد أمام الجيش، ويظل اللقب يدور ويحوم بين الجبهتين، بين المدينتين، بين العاصمتين، بين الممثلين، بين العملاقين، بين المتنافسين، بين المتناحرين، بين الخصمين، بين المتصارعين. الرجاء ممثلا للدار البيضاء، والجيش فريق العساكر ممثلا للرابع. وصلت مباراة الجيش إلى دقيقة 90، خروج لكالماكس داني، خطأ في المتابعة، وقف حكم المباراة. لا 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 لا، ركلة جزاء، الحكم يقول ركلة جزاء وبطاقة حمراء في وجه من يا ترى. ماذا هناك يا ترى؟ بدر الكشاني البديل داخل منطقة الجزاء يمنح ركلة جزاء للرجاء. هنا تعثر من بدر الكشاني، صعبة 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 الحكم على ركلة الجزاء يا حكم المباراة. من الصعب جدا 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 الحكم على ركلة الجزاء. ركلة جزاء يقول حكم المباراة لبدر الكشاني، هو تعثر في البداية ثم عادت إليه الكرة بالخطأ ومنح بطاقة حمراء الحكم. لنتابع هذه الزاوية لا تبدو واضحة كثيرا، ولو أنه هناك كانت هناك لمسة يد، هنا تدخل، هنا التدخل، هل كان على الكرة وعلى الأقدام؟ الحكم يمنح ركلة جزاء، الحكم يمنح ركلة جزاء للرجاء في آخر الومضات، في آخر اللحظات. هاو التدخل، والله لا تبدو لي واضحة، أعتقد كانت على الكرة، أعتقد كانت على الكرة، هي هناك لمسة يد طفيفة. لا لا لا، شخصيا أقول 90% ما هيش ركلة جزاء، ولكن الحكم، الحكم لخبراء التحكيم، الحكم لخبراء التحكيم، الحكم لخبراء التحكيم. ركلة جزاء ستنهي الموسم، ركلة جزاء لإنهاء الموسم، ركلة الجزاء للتتويج باللقب الحادي عشر، طالما أن مباراة الجيش لازال فيها متعادلا بهدف مقابل هدف أمام الماس. ركلة جزاء في الشباك، محسن متولي والتركيز، الكل على نار، الكل على صفيح ساخن، الكل يرقب، الكل يترقب. بطاقات لازال يمنحها حكم المباراة بعدما قرر قرارا، أي قرار؟ هل أقول قرارا شجاعا؟ هل أقول قرارا جريئا؟ هل أقول قرارا قاسيا؟ حتى لا تقسوا علي ولا تتجرؤوا، دعوا الأمور لخبراء التحكيم، أدعوكم لخبراء التحكيم للفصل في أمر ركلة الجزاء. عموما نحن نعلق على ما يحدث ولا يمكن أن نقرر. قرر الحكم ركلة جزاء، ركلة جزاء للجيش،
محسن متولي، محسن في الشباك، جول 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 محسن متولي شعلها، محسن متولي سجلها، محسن متولي في الشباك، محسن متولي بأغلى الأهداف من ركلة الجزاء، محسن متولي شعلها، محسن متولي شعل النار، نار 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 هذه المباراة، محسن متولي من علامة الجزاء، محسن متولي يعيد الرجاء إلى البوديوم للاحتفاء، إلى البوديوم للاحتفاء، محسن متولي قد يكون هو أغلى هذا الهدف، قد يكون أغلى أهداف الموسم، قد يكون هو هدف الموسم يا متولي، بعد هدف عادل الكروشي ركلة جزاء للرجاء في أي وقت يا ترى، صوت الشعب النسر الأخضر يحلق عاليا في السماء، الرجاء نحو اللقب الحادي عشر، اللقب الحادي عشر اليوم سيكون بهذا الملعب، استاد محمد الخامس، محسن متولي وعادل الكروشي، انتهت مباراة الجيش، انتهت مباراة الجيش والماس على بعد دقائق، والرجاء إلى كأس العالم للأندية، والرجاء إلى اللقب، الرجاء نحو اللقب، الرجاء على بعد ثواني، الرجاء على بعد ثواني من صافرة النهاية، الجيش تعادل وتعثر أمام الماس، عادل الكروشي ومتولي يعاديان، يعيدان الرجاء إلى منصة التتويج، والقرار كل القرار لهذا الحكم الذي منح ركلة الجزاء، هو الحكم أبى إلى أن تنتهي الأمور في هذا الأسبوع، قرار شجاع، قرار مفاجئ، قرار جريء، قرار لحكم المباراة، ركلة جزاء ستنهي الأمور، ستفصل في النزال، نزال الرجاء، نزال العساكر، العساكر رفعوا الراية البيضاء في الرباط، ولكن الرجاء يرفع التحدي على ملعبه، الرجاء دون أي هزيمة، الرجاء نحو فوز هو 18 له هذا الموسم، هو فوز هو 12 على ملعبه، الرجاء إلى فارق كبير من النقاط كافي ومريح قبل جولة الفصل في نهاية الأسبوع، الرجاء إلى النقطة 63، الرجاء بفارق 4 نقاط، بفارق مريح، مريح ومريح جدا، الدقائق خطأ من خالد العسكري، لعب بالنار، أي تركيز يضيع من خالد العسكري في هذه اللحظات، خالد العسكري لعب بالنار، لعب بالنار، لعب باللقب، لعب بكل القلوب، بقلوب الآلاف، بقلوب الآلاف، بقلوب الآلاف، مبروك للرجاء مسبقا قبل نهاية الدقائق، قد أقولها وأنا مسؤول عن ذلك، قد أقولها ومسؤول عن ذلك، الرجاء العالمي نحو الألقاب، نحو اللقب، نحو اللقب، وأي لقب، الجميع على الأعصاب، الجميع يقف، الجميع يدعو، الجميع يتربص، الجميع يعمل، الجميع يتذكر، اللقب يرفع في المدرجات قبل أن يرفع، قبل أن يرفع درع الدوري بامتياز وباستحقاق، بجدارة للرجاء، الرجاء العالمي اليوم نحو العرس، الرجاء نحو العرس، وأي عرس كبير للرجاء، وأي عرس للرجاء، وبأية طريقة وفي أية لحظات، العرس يقترب من النهاية، تذكروا ذلك، الرجاء بعد لحظات سيرفع التحدي، سينهي الموسم، سينهي النقاش، سينهي الجدال بفضل ما قدمه طيلة الموسم، بفضل ما قدمه لحد الآن، مشكورة إدارة الرجاء، ومبروك للرجاء، مبروك للاعبين ولطاقم الفني ولكل من يعشق الرجاء في كل العالم، أكيد العسري حفيد وطارق سفين من بين الألف ممن ينتظرون صافرة النهاية، صافرة النهاية ستطلق العنان لكثير من الأفراح، لألاف من الحناجر، الرجاء بعد مونتيري المكسيكي في مراكش حاضر في كأس العالم للأندية، الرجاء
ليس فقط بطلا، الرجاء أكثر من بطل، الرجاء ليس مجرد فريق، الرجاء أكثر من مجرد فريق، الرجاء إلى اللقب، إلى اللقب. هذا الذي حرك قلوب الآلاف ليس من المغاربة فقط، بل قلوب العرب، كل العرب حينما تحركت قلوبهم مع أداء اللاعبين الذين استبسلوا وتألقوا مع رفاق طلال القرقوري في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد، المينينجا فريق الأحلام، أمام روبرتو كارلوس والرفاق، أمام كوريانشو. مبروك 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 للرجاء، الرجاء بطل الدوري، الرجاء بطل الدوري المغربي، الرجاء بطل 2013، مبروك للآلاف، مبروك للملايين، مبروك للرجاء العالمي، مبروك للنصر الأخضر، مبروك للعالميين، مبروك لصوت الشعب، مبروك لرجاء الشعب، مبروك لكل هؤلاء، لكل هؤلاء الآلاف ومن أمثالهم، هم يحتفلون، هم ينتصرون، هم يتوجون، هو اللقب 11، الرجاء وأحلى رجاء، الرجاء وأمتع رجاء، الرجاء لك أن تفرح، الرجاء لك أن تسعد، الرجاء لك أن تحتفي بالألقاب. مبروك 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 وألف مبروك، هنيئا 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 لإدارة الرجاء، للاعبيه، لمناصريه، لمشجعيه، لمن تولوا وراءه، لمن وقفوا وراءه، لمن كانوا كلمة واحدة وراءه، لكل هذا الشعب الكبير، لمحمد الفاخر النجم القدير، للمدرب الخبير، لكل هؤلاء، لكل هؤلاء كلمة مبروك أقل ما يقال لهذا العملاق، لهذا المتوج، لهذا الفنان، لهذا المبدع. الرجاء من بعيد من بعيد يعود بطريقة دراماتيكية وفي آخر اللحظات، وقلت لكم سنعيش لحظات ممتعة ومثيرة مثل ما عشناها الموسم الماضي في البريمير ليج بين المان سيتي والمان يونايتد، بين ابنين لمدينة واحدة، اليوم ابنين لبلد واحد ولكنهما من مدينتين مختلفتين، من عاصمتين كبريين، من عاصمتين عملاقين. الجيش والرجاء تنافس إلى آخر الأمطار، ولكن صاحب النفس الطويل والأطول، صاحب النفس الأطول ليس القروش، ليس سعيد عويطة، إنما كان لنجم آخر في كرة القدم المغربية، إنه الرجاء في الأمطار الأخيرة، تخطى الآلاف من الأمطار، تخطى الآلاف من العقبات، تخطى الآلاف بفضل عادل كروشي بهدف خيالي وممتع، بفضل من؟ بفضل محسن المتولي من علامة الجزاء. الرجاء لكل مناصريه، لكل مشجعيه يقول لكم أنا حاضر هنا، الرجاء بكل من وقف وراءه في السراء والضراء، وكل من تحدثوا له، وكل من وقفوا له بمحمد الفاخر وإدارته، الرجاء من البوابة الكبيرة، وبرفقة رئيسه محمد بودريقة الذي استثمر كل الاستثمارات، وجاء بكل الشبان، وجاء بكل النجوم لأن يدجج الرجاء، وينتظر الرجاء المواسم الكثيرة، ينتظر الرجاء الكثير والكثير بعدما فعلوا 2011 2009 2004 2001 2009